عن كل هذه الأغراض توصلكم واشتريتوا من سيفورا بمبلغ فوق 1000 ريال، أتوقع اسمه بلاك بوكس. صراحة أنا أمس قطيت من عندهم أشياء مرة كثيرة، فعشان كذا أعطوني هذه كلها. طبعا هذه تقريبا هذه كلها برفيوم، هذا إيش هذا بعد؟ لا هذا ماسكرا من توم فورد، هذا مارك جاكوبز بعد ماسكرا، هذه برازيليان بامب بامب كريم، هذا للجسم يرطب، وهذا عطر بعد برفيوم، وهذا بيكسل للجلوينج تونيك، وهذه ماسكرا. حلو، يعني أشياء الواحد ممكن إنه مثلا ما يبي يشتري كمية كبيرة أول شيء قبل ما يجربها، لأنه في أشياء كثيرة دائما نتوهق فيها. نشتري مثلا هذه الحجم الكبير مثلا، فأتوهق إنه ما يلائمني وما يناسبني وأنا دفعت فيه مبلغ وقدره. يعني أنا كذا خاصة بالفاونديشن عندي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.